اولا انا سعيده جدا بالحضور ديال هيسبريس للتورناج ديال مون برومي كليب ا مونريال ايسيا كندا. سعيده بزاف التواجد ديالكم والمواكبه الجميع تقريبا الاعمال الفنيه اللي كنقوم بها. شكرا. التورناج ديال اليوم كما حضرتو معايا اليوم هو التورناج ديال قصيده مغربيه اللي انا كنعتز بها بزاف واللي كاينه في الوجود هذه اكثر من 150 سنه الحاج احمد الغرابلي الله يرحمه. لطفيه واللي هي في الكليب ديالي سميتها لطف الله الخافي، والهدف هو اننا نعتزوا بالباتريمون ديالنا ونعاودوا نوزعوه بطريقه اللي هي يعني عالميه وبان تكنولوجي ديال الوقت. والحمد لله توفقنا فيها، هي من الحان وتوزيع رضوان الاسمر وميكس ماسترينغ رزيق والاخراج ديال المبدع علي الحضري. كنظن ان هذا الكليب غادي يجسد شويه المواقف اللي انا كنامن بها اللي هي العيش المشترك و لا توليرونس لو فيفر انسامبل لي تروا ريليجيون با ديفيرونس انتر لي كولور. دونك تو سا اون فا لو فوار ان شاء الله في الكليب. بصراحه بغيت نشكر كاع الناس اللي قايمين على هذا الكليب هذا، وكنبغي نشكر المنتج ديالي اللي هو اليفان، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله قريبا غادي يكون لونسمون ديال الكليب بمفاجاه كبيره ان شاء الله في المغرب كله نهار 19 سبتمبر. هي انا فخوره جدا ان لي كومبيتونس ماروكين كو سوا او نيفو دو لا رياليزاسيون ولا لاسيستونس دو لا رياليزاسيون ولا ديزاين ولا الماكياج ولا كاع لي شوز اللي هما امبورطونت في الكليب هما عناصر مغربيه 100%، ولكن توت ليكيب تكنيك هي كيبيكواز. دونك لو كليب كله الي فيزيوني دون سو سونس، حتى في الاغنيه حتى في التوزيع ديالها غادي يكون واحد النوع من تكنو مزيج مع القناوي ومع شكوري. دونك سي ان ميلونج الحمد لله كون ريوسي ا فيغ افيك بوكو ديزونس مي سورتو افيك بوكو دو باسيون. فوالا، ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.